بداية تحية عالية للأطر السادية الحاضرة في هذه الوقفة. المطلب ديالنا هو مطلب واحد، هو بعد ما كان مطلب واحد اللي هو إدماج أسلاك الوظيفة العمومية، ولا أكثر من مطلب، ومن بين المطالب اللي عندنا هي إلغاء الأحكام السورية في حق، أو إسقاط الأحكام السورية في حق المناضلين اللي الأحكام ديالهم تراوحت ما بين أحكام نافذة وأحكام موقوفة التنفيذ. فوصلت الدولة المغربية والقوى القمعية إلى ما كانت تصبو إليه، أننا ما بقيناش كنناقشوا مسألة الإدماج، ولكن ولينا كنناقشوا مسألة إسقاط الأحكام السورية تجاه الأساتذة. فهذه الوقفة كنقولوا من خلالها أن الجسد التعليمي هو جسد واحد، ولن نترك ولن نسلم أي أستاذ من أساتذتنا الكرام. الحوار مازال متواصل، مسألة الحوار توقف، ما كاينش حوار آخر، عندنا مطلب واحد اللي هو الإدماج، ما كيحتاج أشواط من الحوار، يا غدمجوني ما غدمجوناش. نحن كجامعة وطنية من داخل الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، نحن جئنا اليوم استجابة للإضراب اللي كان إضراب وطني يوم 17 ويوم 18. نحن اليوم نندد بالأحكام والجائرة اللي تسقط فيها مجموعة من الأطر ومجموعة من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. أساتذة اليوم جاءوا لكي يطالبون مطلب واحد، ونحن ندعمهم من داخل الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، نحن ندعمهم من أجل التشبت اللي بالمبدأ الواحد والمطلب الواحد هو إدماج جميع أساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية. أساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، هم لما خرجوا من أجل لإسقاط التعاقد راهما في نفس الوقت راهم في مصلحة التلميذ. هذه هي، هناك بعض المنابر الإعلامية وهي أهل محسوبة على الإعلام الرسمي تروج أن الأساتذة أنهم سيضيعوا الزمن المدرسي، والزمن المدرسي أنه يعني في ضياع. الأساتذة هم في صف التلميذ، وإسقاط التعاقد هو الدفاع عن المدرسة العمومية، ولما ندافع عن المدرسة العمومية فنحن ندافع عن حق التلميذ في التمدرس، ولا نضيع التلميذ في الزمن المدرسي. ونحن من داخل الجامعة الوطنية التوجه الديمقراطي نحن متشبتين جميعا من أجل إسقاط هذا المخطط اللي هو المخطط الرامي لضرب مجاني التعليم و
ضرب يعني التلميذ في حق التمرد و الاستاذ في حق استقرار الوظيفه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.